السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنشكر جميع الإخوان ديال الساكنة والأخوات اللي انضموا لهذه المسيرة الرائعة بالاحتفال والتأييد ديال القرارات ديال الملك محمد السادس نصره الله وأيده. كنشكروا الأمن الوطني والقوات المساعدة المسلحة اللي وقفوا معنا، وسيد القائد اللي وقفوا معنا في إنجاح هذه المسيرة هذه، والسيد محمد والحرور حتى هو ما نساو، اللي حتى هو كان في الأمر وكان دائما في المواقف الصعبة. ونشكروا جميع الساكنة اللي هم عندهم غيرة على الوطن، على حب الوطن، وعندهم غيرة على هذه الوحدة الترابية، وكنوهوا بالقرارات الدبلوماسية ديال الملك نصره الله وأيده. الله ينصر سيدنا والله ينصر أسرة الملكية، وحنا جنود دائما كنبقاو جنود مجندون وراء 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 جلالة الملك جميع القرارات الراشدة. وتحية للإخوان، السلام عليكم. دكان جماعة الترميك كلهم نداو هذا النداء بالروح الوطنية، بالروح الوطنية وجميع الشارحة، الأمن الوطني والدرك الملكي والقوى المسلحة وجميع أي واحد. الحمد لله وشكر الله. عاش الملك، عاش الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي في الله، يعني الحمد لله، بداية نشكر يعني المغرب كامل، وكنوهو وكن يعني شدوا بأيادي المسؤولين، السادة المسؤولين يعني على المواصلة ديالهم. والحمد لله، يعني الحمد لله، هذا قرار صائب اللي هو الاعتراف بالسيادة المغربية يعني من طرف الأمريكيين. فيعني هذا شي حاجة كتبشر بالخير، ونتمنى أننا نوصلوا النضال، لأنه الجداد ديالنا كانوا وصلوا النضال ديالهم، ونتمنى حتى حنا نوصلوا النضال ديالنا. ودائما الصحراء المغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والملك ملكنا الصحراء المغربية. كنشكروا جميع الاطر الصايره بالانجاح ديال هذا الحفل هذا، وكنشكركم من القلب. غادي نختموا بكلمه ان شاء الله، كلمه ختاميه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام والسلام الأكمل على أشرف المرسلين وبعد. بمناسبة تنظيم هذه المسيرة الحاشدة، فإن ساكنة جماعة الترميك تنوه بالانتصارات الدبلوماسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في قضية الصحراء المغربية، وتعرفها عن إشادتها بقرار الإدارة الأمريكية تجاه السيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه، وتعبر عن اعتزازها بالمواقف والخطوات الصائبة التي قامت بها كل الهيئات وفعاليات المجتمع المدني والدبلوماسية المغربية، وعلى رأسها القيادة الحكيمة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وكل القوى الحية بالبلاد الرامية إلى التعبئة لتعزيز المواقف التفاوضية لبلدنا، خدمة لكل القضايا العادلة، وفي خدمتها قضية الوحدة الترابية للمملكة. وبهذه المناسبة تجدد ساكنة الترميك كافة وقوفها الدائم وراء قائدنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لمواصلة الدفاع عن حوزة البلاد وتحسين حقوقنا المشروعة والثابتة على الدوام. حفظ الله وطننا العزيز وأدام عليه نعمة الأمان والأمان، والسلام عليكم. السلام عليكم. ايش يا سيدي محمد، ايش يا سيدي محمد، السلام عليكم.